مات واخيرا غادي نديرو فقره شيوات مع خالتكم فطيمه. المهم اليوم قلت لكم غادي نصايبو بيتزا صغيوله، ندير ميني بيتزا وغادي نصايبو بطاطات معمرين. اوكي الصباح قبل ما نمشي نتقداو قبل ما نخرج صايبنا هادو، صايبنا هاد لاباط هي الاولى درنا ليها نص طايبه، ودابا عاد غادي ندوزو باش نعمروها. غنبارطاجي معكم شنو درت في الحشوه وغنبارطاجي معكم كلشي، بقاو معانا. المهم الحشوه اللي درنا اليوم ساهله وتقدروا ديروها زعما ما تبقاوش تفكروا فيها بزاف. كاينه عندكم غير بصيله وشويه ديال الكفته، خذوا غير 10 دراهم ديال الكفته وبصيله وحده ولا جوج بصيلات كافيينكم. صافي درنا معاهم شويه ديال زيت العود وزعما بالنسبه للعطريه غير الملحه والبزار، وكنبننوا ضروري حنايا ما كنبننوا بزاف. المهم ساهله. المهم دابا غادي نديرو شويه ديال هاد لاصوص طوماط، هادي كيتباعو في بيم كتكون براتيك. غادي نديرو شوي على البيتزا ديالنا ونحاولو نعمروها مزيان حتى من الجناب نبلانديو ولا ماعرفتش البلانديو ندهنوها، ماشي نبلانديو حيتاش انا مشايا ليا راسي مع الماكياج. صافي ما بيني وبين الكوزينه غير خير من الاحسان. ماما قولي السر لصحاباتي شنو هي العطريه اللي دايره في هذا الكفته حتى ريحتها راه ما نعاودش لكم البنات ريحتها. يا سلام سلم قولي لهم. طحنا اليزير، اليزير مع ورقه سيدنا موسى، ورقه سيدنا موسى، الزعتر، الخزامه، ديك الكوزه الرقيقه، الكوزه الرقيقه. طحنت كلشي مزيان في الخلاط ودرتو غربلتو صافي، وكنخليه نديرو في لي بيتزا نديرو في الكيكات اي حاجه مالحه، اي حاجه مالحه بريوات، المهم اي حاجه مالحه. وها نتوما فاطمه تقول ما كتبارطاجيش معكم اسرار المهنه ديالها. ايوا اختي اصاحبتي. المهم دابا درنا عليهم الفرماج، غادي نديرو زويتينات الزيت وغنديرو غير زيتونه وحده نقسموها ونزوقو بها زعما الزواق. انا عزيز عليا الزيتون، ما كنكرهوش يكون ماشي غير في بيتزا، يكون في اي حاجه كنحمق على الزيتون. المهم دابا غادي نكمل ونرجع لكم عاوتاني. هما البنات غادي ندير شويه ديال زيت العود فوق البيتزا حيت ديجا هاد الحشوه ما درتش فيها الزيت بزاف، وديجا الفخوماج دايره فيه ماما المايزينا، دونك خاص داكشي باش يطلق مزيان ندير شويه بزيقه بزيقه ديال زيت العود صافي شويه. هما البنات هادو هما العشيبات اللي قالت لكم ماما، فيهم الخزامه فيهم الكوزه فيها داكشي كامل، هي كتخلطهم هنايا اعشاب منسمه. صافي غادي ناخذ شويه وغادي ندردرو فوق هذيك البيتزا ديالنا باش تعرفي كيفاش كتجي بنين. هذه اللمسه ديال الدار، هي هاد هي هاد العشوب هاد هما اللي كيخليو البيتزا تبنين. المهم غندردرو باش ندير لكم داكشي تاع بحال هكا. هما البنات الفران شعلتو من الفوق والتحت، غادي نخليه يسخن باش نحط فيه البيتزات. بلات سمو بارتو باش نبارطاجي معكم الحشوه ديال البطيبيطات الصغيورين ساهله. صاحبتي اجي معايا نوجدوا شي حشوه لهاد البطيبيطات هادو. بالنسبه لهاد البطيبيطات كطيبهم ماما على الكسكاس باش كيجيو طايبين من كاع الجناب، ماشي بحال فاش كنطيبوهم في شي مقله ولا شي حاجه كيتحمرينا غير الوسط والجناب كيبقاو ما طايبينش مزيان. الا بغيتو الطريقه كيفاش كتصايب ماما هاد البطيبيطات خليوها ليا في لي كومونتير. دابا اجيو نشوفوا الحشوه انصومبل. اول حاجه انا كنحاول نبارطاجي معكم شي حشوات ساهله اللي غتقدروا تلقاوهم ولا غتقدروا توجدوهم، ما كندير لكم لا كروفيت لا شي حاجه ما كايناش كاع. كنحاول اني نبارطاجي معكم شي حاجه اللي كلكم تقدروا تجربوا وتبننوا وتذوقوا. ناخذ شي اناء اللي غادي نخلطوا فيه الحشوه ديالنا. اول حاجه غادي نبداو بها هي البصله خضاريه مقطعينها رقيق مخلينها خضراء. عندنا عاوتاني هنايا فليفلات الاشكال اللي عندكم والالوان اللي عندكم، طيبين في شويه ديال زيت العود والملحه والبزار والعطريه كامله. بالنسبه لهنايا حنايا استعملنا لادان فيومي، نتوما تقدروا ديروا الطون، تقدروا ديروا الكفته، تقدروا ديروا اي حاجه. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش راه تقدروا ديروها غير بالبيض المسلوق، راها فريمون كتجي بنينه. اهم حاجه هو نعمروهم يجي داكشي بنين وناكلو ونحسو بالشهيوه. دابا غادي ناخذوا بطاطا قطعناها رقيق بحال هكا باش تجينا في دوك البطيبيطات ما تجيش كبيره. سواء نقليوها سواء نديروها في الفران اللي بغينا حنا، سينو اللي عندهم ديك اير فراير يديروها في اير فراير راه كتجي صحيه وكتجي حتى هي ناضيه. وبزاف كيبقى لهم الدنجال في الدار ما كيعرفوا ما يديروا به، حتى هو غادي نزيدوا في هذه الحشوه هذه باش نستغلوا. ما يمكنش سي بودنجال يبقى لنا محطوط في الثلاجه، حتى هو نقدروا نقليه ولا نديروا ليه كيف ما بغينا. خلطوا هاد الحشوه هادي مزيان، كتجي فريمون ساهله ولذيذه وكلشي يقدر يديرها. المهم هو الحاجه نقدروا نديروها كاملين وفي الاستطاعه ديال الجميع. فوالا غنحركوا هادشي مزيان عطيت واحد الريحه راه ما يمكنش. يا سلام. حاجه اخرى البنات راه تقدروا ديروا المايس، تقدروا ديروا الزيتون مقطع، تقدروا ديروا اي حاجه مع هاد الحشوه هادي.
بالنسبه باش غادي نخلطوا هادشي باش ما يبقاش لينا ناشف، لا عندكم موطارد، عندكم مايونيز، عندكم كيتشوب، المهم اي حاجه نتوما كترتاحوا انكم تخلطوا بها كتحسوا بالمذاق ديالها بنين تقدروا ديروها. حنا غادي نديروا واحد الغاسيت زوينه وصحيه اوميم طون. غادي ناخذوا بول بحال هكا، غادي نديروا شويه المليحه وشويه ديال البزار، غناخذوا الجبن اي مارك بغيتوا نتوما، غنديروا غير واحد المعلقه صغيره كافيه انا، وغادي نخلطوا هادشي كامل بشويه ديال الحليب. ايوا غادي نخلطوا هادشي كامل هنايا، غادي نكبوا على ديك الحشوه ديالنا باش ما تجيناش ناشفه. بحال هكا غادي نعمروا البطيبيطات ديالنا، غادي ناخذوا بحال هكا البطيبيطات. ديجا فاش كانوا فاش يلاه حيداتهم ماما من البوطه كتقطعهم بالمقص سيغ بلاص باش نلقاو كيفاش نعمروا، ماشي تخليوهم حتى يبردوا عاد تبغوا تقطعوهم، راه اكيد غادي يبقى داكشي لاصق ليكم في بعضياته. ايوا يا لالا بصحتك، البطيبيطات معمرين باسهل حشوه، والبيتزا ديالنا حتى هي ما نعاودش لكم كيفاش جات. يا سلام كتشهي، وعرفتوا ريحه ديك العطريه ما يمكنش. الوصفه ديال البيتزا راه حطيتها لكم في لا فيديو اللي قبل من هذا. باي، تابعوني في الفيديوهات ديال الوصفات الساهله ديال رمضان باش نديرهم معكم ونجربوهم. سلام صحابي. سلام صحابي. اشنو غنديروا دابا يوسف؟ اكلوا مع ديال الغدا، ديال الفطور ماشي ديال الغدا، ديال الفطور. الفطور قولهم يلا هم معانا، يلا هم معانا. وشوف فيهم يلا هم معانا. دابا غادي نغسلوا الماعن ديال الفطور. فاش يلا من واحد رمضان فاش يلا بديت كنغسل زعما الماعن وبديت كنعاون ماما في الماعن، كانت عطاتني واحد النصيحه، كانت ديما كتشوفني كنبدا بالطباصل ولا كنبدا بشي حاجه اخرى كتبقى تعاير فيا، كتقول لي لا كنبداو بالكيسان هما الاولين. علاش؟ حيت كيكون هذيك لي تخيك باش كنغسلوا الكيسان ولا باش كنغسلوا الماعن كتكون باقا نقيه، دونك كنصبقوا الكيسان هما الاولين، عاد ديك الساعات اختي ديك الساعه نقدروا نغسلوا الطباصل وداك الشيء الاخر. فهمتي انت؟ فهمتي؟ اش غنصبقوا الاول؟ اصبقوا الكيسان. دابا غادي نبداو بالكيسان، نحيدو منهم اتاي. هاك شد، حط هنا، حط الكاس هاك. اش كدير دابا؟ كتعاوني؟ بس عليا فرحي بخويا. دابا عاد غسلنا الكيسان، عاد غنغسلو الطباصل. هاك شد، برافو، يلا حط الكاس، حط الطبصيل هاك. ملي ولدي تيعاوني هاك، اللي كيسولني على يوسف، يوسف البنات راه خويا الصغير، هو انا اللي ربيته اللي راه كبر معايا، دونك انا دايره بحال ماما. مهم، بغيت نبدا ندير دي برانك الماما، راكم عارفين فاطمة عزيز على الهضره وعزيز على الحطان، وبغيت بحال هكا شي حاجه تكتبوها ليا نسولها ولا نقولها شي حاجه باش فهمتي، باش نصورها فيديو شي حاجه، ما نكتبوا ليا نتوما في لي كومونتير شنو غادي تبغوني دير انت هاك. المهم كتبوا ليا نتوما في لي كومونتير شنو تبغوني نقول ليها شي حاجه باش نطلعوها على شي طليعه، نطلعوها على فاطمه، نبقاو نشدو معاها السون. المهم اختي خويا انا راه تيعاوني وصافي. دابا انا ما عندي مع من ندير نوب، انا البنت الوحيده في الدار، ولكن كاين يوسف حتى هو تيعاونني شفتو. المهم تسناو بارتو، غادي نوجد معكم راسي حيت غادي نمشي للصال. باي، قول لهم باي. باي. شوف فيهم باي باي.